Unutaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen Geç bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen Unutaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen Seni koydum vicdan ميمات الخوت الخواتات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله بحول الله زوينات ديالي اليوم فيديو جديد ونهار جديد كنتمنى ما نكونش طولت عليكم الغزالات ديالي فاليوم غنحضر معكم ان شاء الله بحول الله واحد الوصفتين اللي غزالين بزاف بزاف غنشارك معكم واحد الحلوه اللي كتجي غزاله مع القهوه مع اتاي ولا القهوه المهم اللي بغيتو المهم كتجي فنه وغزاله مكونات بساط وإلا دقتوها يعني في لي زانغغيديون ديالها بحال الكيك تماما غير هي الطريقه ديالها مختلفه شي شويه انا غنشارك معكم ان شاء الله بكل تفاصيل غزالات ديالي وغنشارك معكم كذلك الملوزه الغنيه عن التعريف اللي تيحمق عليها الكبير والصغير الزوينات ديالي بواحد الطريقه مبسطه وسهله بزاف وما كاينش اللي ما غاديش يعرف يصايبها يعني مبتدئه اول مره غتحضر الملوزه في البيت ديالها غتنجح معها 100% فقط تبع معايا طريقه من الاول حتى الاخر وما تفلت حتى شي لقطه وان شاء الله بحول الله غتنجح معها وغديها رائعه وغزاله بزاف واحد لوغو فيها ولا اروع يعني غنعطيكم كاع الاسرار ديالها باش تجي مشققه باش تجي معلكه باش تجي غزاله الزوينات ديالي تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى التالي وما تفلتوا حتى شي لقطه فان شاء الله بحول الله الزوينات ديالي غنحاول ما امكن هاد الحلوه هذه اللي قلت لكم في الاول غنفرقها على جوج فيديوهات غندير لكم هاد الحلوه في فيديو والمعلكه في فيديو علاش باش من الاحسن يعني نوضح لكم اكثر وما يجيش فيديو مزرب بزاف نحاول ما امكن ما نزربش لا فيديو بزاف يعني باش الاخوات يعني الا بغاو يطبقوها يعاودوها في البيوت ديالهم غاديهم اسهل يعني لاحظت فاش كنسرع لا فيديو بزاف يعني ما كنحس براسي بحالي ما كنوصلش لكم الفكره كنوصلش لكم يعني الوصفه كيف ما انا بغيتها نوصلها لكم يعني كنتمنى الزوينات ديالي لي فيديو يكونوا كيفيدكم ولو غير بشويه الزوينات ديالي ومهم غنحط لكم ان شاء الله هاد الملوزه اولا المعلكه ديال اللوز والكركاع غنحطها لكم في فيديو وهاد الحلوه اللي قلت لكم ديال الحلوه اللي قلت لكم غنحطها لكم في فيديو بوحديتو من الافضل يعني باش ما يجيش فيديو طويل يجي خفيف ظريف على قلوبكم او ميم طون يجي هذا يعني يكون لا فيديو موضح اكثر صافي الزوينات ديالي المهم غادي نبدا لا فيديو فكما تنقول لكم دائما ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الغزاله والمحفزه فبليز لكم الزوينات ديالي والله العظيم الا كنلاحظ بنات يعني كيدخلوا لا فيديو وتيشاهدوا لا فيديو ولكن ما تيديروش لايك فالزوينات ديالي بليز لكم راكم ما خاسرين والو خليوا لايك ما كنخلصوا عليه حتى شي حاجه خليوا لايك الزوينات ديالي فقط من باب التشجيع وتشجعوني نحط لكم كل نهار فيديو والمزيد ان شاء الله من الوصفات والمزيد من الاستفاده ان شاء الله بحول الله فالزوينات ديالي الا عجبكم لا فيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الغزاله والمحفزه واللي اول خطره كتشوف لا فيديو ديالي مرحبا بك والف مرحبا اشترك معايا في القناه وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد وشكرا لكم بزاف واللي لاحقتكم فما نطولش عليكم يلا هو معايا نبداو في الوصفه بسم الله على بركه الله فالزوينات ديالي عندي هنايا 300 غرام اللوز الرومي اولا البلدي اللي كان متوفر عندكم ماشي مشكل غير مسحوه مزيان مزيان وعندي كذلك 300 غرام من الكركاع حتى هو يكون ممسوح مزيان ما محمر ما حتى شي حاجه هنا الزوينات ديالي هنايا هذه الكميه عندي فقط للتزيين عندي هنايا الكركاع نصوصه المهم بالنسبه اللي غادي تطحنوه خذوه مقطع اللي بغيتو فهذا انا كنفضل يكون عندي نصوصه باش كيجي كيعطي لا ديكوراسيون زوينه في الملوزه ديالي فالزوينات ديالي خليت الكركاع للتزيين جانبا وهنايا غادي ندوز نطحن اللوز ديالي اللي ما محمر ما حتى شي حاجه خضر فقط غير مسحته مزيان من داك الغبره اللي فيه هو والكركاع ومباشره دزت نطحنو صافي الزوينات ديالي هنايا راني دزت كنطحن اللوز ديالي اللوز الزوينات ديالي راني تنطحنو مزيان ما كنخليش فيه حبيبات غلاضين هنايا خديت كاس الا ربع ديال السكر كلاصي اولا السكر الثقيل الزوينات ديالي هنا انا ما كنبغيش هاد المعلكه هذه ما كنبغيهاش حلوه بزاف حيت ديجا غادي نفندوها في السكر كلاصي غادي نديرو لها السكر كلاصي فما يحتاجش نكثروا ليها السكر كلاصي من الداخل صافي هنا درت غير كاس الا ربع بالقياس ديال العنبه كاس الا ربع ما يعادل 900 غرام الزوينات ديالي ديال السكر كلاصي صافي من بعد ما طحنت اللوز مع داك السكر كلاصي اللي عندي 300 غرام ديال اللوز و 900 غرام ديال السكر كلاصي
عفوا 90 غرام البنات، 90 غرام ما تديوش عليا 90 غرام ديال السكر كلاصي، ماشي 900 غرام، راه ناري صافي، راني قربت الكيلو. 90 غرام الزوينه ديالي للامانه، 90 غرام ديال السكر كلاصي. هنا الزوينه ديالي راني دزت طحنت كذلك القرقاع ديالي، القرقاع راني غير هرمشتو ما طحنتوش بزاف، خليت داك الحبيبات غلدين فيه شي شويه. المهم حنا ما نطحنوش مزيان، فقط نخليو القرقاع شي شويه فيه داك الحبيبات رقاق. صافي الزوينه ديالي هنايا من بعد ما طحنت اللوز والقرقاع ديالي، هنا غندوز ناخذ الجليكوز، خديت معلقه كبيره ديال الجليكوز. ما كانش متوفر الزوينات ديالي الجليكوز ديروا لا كونفيتور، ما كانش متوفر الكونفيتور ديروا العسل. المهم هاد ثلاثه في حال في حال كيخليو لينا تيخليو لينا هاد الملوزه ديالنا معلكه ولمده طويله وكتبقى غزاله. هنا ضفت الزوينات ديالي جوج ديال الساشيات ديال السكر بنكهه الفانيلا، بغيتو تضيفوا غير وحده ضيفوها ما كاينش مشكل. هنا الزوينات ديالي ضفت واحد القريصه ديال الملح، ضروري لتصحيح الذوق في اي حاجه قريصه ديال الملحه. هنا بديت بواحد البيضه، درت اول حاجه درت بيضه، فالحاجه اللي نوصيكم عليها الزوينات ديالي بالنسبه لهاد المعلكه ما تضيفوش البيض بزاف دقه وحده، حاولوا ما امكن تضيفوا بيضه ببيضه، ولا فاش تشوفوها يعني بدات كتعلك ليكم حاولوا ديروا بيضه في شي طويصه وخلطوها وتبقاو تضيفوا شويه بشويه باش ما تجرهاش ليكم اكثر من القياس. فكيف ما كتشوفوا هنايا ضفت البيضه الاولى موراها البيضه الثانيه، وهنا غادي نبدا عيني ميزاني غادي نبدا نزيد بشويه بشويه. هنا كيف ما كتشوفوا راه باقي خاص البيض لهاد العجين ديالي اولا المعلكه ديالي باقي خاصها البيض. فهنا ضفت نص بيضه وبقيت بشويه بشويه حتى كنشوف القوام ديال هاد المعلكه ديالي كيفاش دايره. فالزوينه ديالي القوام ديالها ما خاصو يكون تيلتصق في اليدين، نتوما تتكوروها عفوا وهي كتلصق لكم في يديكم. فهذاك هو القوام اللي مزيان، ما خصهاش تكون مطلوقه بزاف وما خصهاش تكون عاوتاني قاصحه. فهنايا الزوينات ديالي ضفت جوج ساشيات ديال البيكين باودر اولا خميره الحلويات من فئه 8 غرام، المهم 16 غرام فيهم بجوج. صافي الزوينات ديالي هنا بديت كنخلط هاد المعلكه ديالي. بالنسبه كيف ما لاحظتوا الزوينات ديالي راه الخمارات ضفتهم هما اخر مرحله، بيكين باودر هما اخر مرحله حتى كنشوف يعني صافي المعلكه ديالي وصلات للقوام اللي بغيت. هنا خديت سكر كلاسي سبيسيال الزوينات ديالي، الا بغيتوا المعلكه ديالكم تنجح معكم وتخرج معكم يعني داك السكر كلاسي باقي باين فيها من الفرن، فحاولوا ما امكن تخدموا بالسكر سبيسيال، سكر كلاسي سبيسيال باش تخرج لكم زوينه. صافي هنايا راني بديت كنكور، هنا راني كندير حبات كبار. فالسيده اللي كنحضر ليها هاد المعلكه بغات حبات كبارين يعني ما بغاتهمش صغار، فانا درت على حسب الطلبيه ديالها. وحتى انا صراحه الله كنفضل الحبات يكونوا كبارين باش كتاكلي وحده صافي تترجعي اللور ما كتزيديش الثانيه. صافي هنايا راني بديت كندير السكر كلاصي الزوينات ديالي، كنعمرها مزيان كنفندها في السكر كلاصي، علاش قلت لكم في الاول ما تكثروش فيها السكر كلاصي من الداخل، فديجا حنايا غادي نفندوها في السكر كلاصي، فحاولوا ما امكن تنقصوا السكر. انا راني درت غير 90 غرام في اللوز والقرقع من الداخل. صافي الزوينه ديالي هنا غادي نبدا ندوز داك الكرات ديالي في السكر كلاصي وغنسالي ونرجع معكم ان شاء الله بحول الله. صافي الزوينه ديالي هنا من بعد ما ساليت كورت العجين كورت المعلكه ديالي عفوا، راني غندوز نحط ليها القرقاع من الفوق. هانتوما درت غير نصيصه ديال القرقاع من الفوق، راه كتعطي واحد الشكل غزال. هنايا تنعاونوا المعلكه ديالنا باش تشقق، وميم طو حنا تنزينوها بداك القرقع من الفوق. بالنسبه للطياب ديال هاد الزوينات ديالي، حاولوا ما امكن تسخنوا الفران من قبل مزيان، دخلوا المعلكه ديالكم ونقصوا الفران، تشعلوا عليها غير من الفوق فقط، غير من الفوق. الزوينات ديالي العافيه تكون مهيله وما تفوتولهاش الزوينات ديالي، راه 15 دقيقه ربع ساعه ما تفوتوهاش ليها باش ما تنشفش ليك. غير تشوفوها الزوينات شقات صافي، طلعوها للفوق تحمر غير شي شويه من غير المهم تشد راسها تحمر شويه من التحت صافي وطفيو عليها. ديالي من بعد ما ساليت معكم الوصفه ديال الملوزه اولا المعلكه باللوز والقرقع، يعني شاركت معكم كل الاسرار يعني كيفاش تجي مشققه في الفران،
كيفاش يعني تجي معلكه. المهم كاع الاسرار الحلويات عطيتهم لكم الزوينات ديالي، فقط خصكم غير تجربوها فقط في البيوت ديالكم. فجربوها الزوينات ديالي وردوا عليا الخبر، فانا غادي نوريها لكم دابا، نقلب لكم الكاميرا. يعني راه كتجي غزاله غزاله بزاف، وما تشبعوش منها شي حاجه توب توب توب. اصبر نهز لكم تفصيل نوريها لكم، حيت فريمون شي حاجه اللي كتستحق التجربه، شي حاجه اللي توب توب وغزاله بزاف. شوفوا هاد الزوينات ديالي، ها نتوما انا كنوري لكم بلا فيديو، ها نتوما كنتمنى يكون واضح لكم مزيان. راه جات غزاله وناجحه 100%، شي حاجه اللي ولا اروع. الزوينات ديالي خصكم غير تجربوها، غير تجربوها في البيوت ديالكم لوليداتكم، راه شي حاجه اللي توب توب. كنتمنى الزوينات ديال الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وتجربوا الوصفه بطبيعه الحال، وتردوا عليا في التعليق. غادي تسنى التطبيقات ديالكم الغزالات ديالي، وكيف ما تنقول لكم دائما ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والتعليق ديالكم الغزاله والمحفزه. ولاول خطره كتشوف لا فيديو، مرحبا بك والف مرحبا في قناه اميه السلبريه، مشتركي معنا في القناه وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد الغزالات ديالي. تنحبق عليكم، احبكم في الله، تلقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفه جديده. خليتكم على خير، الى الملتقى. Geç bir defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen. Unutaram seni ömürlük, düşmezsen ya da sen. Geç bir defeli dönme geri, o sevdiğin o da sen. Unutaram seni ömürlük, düşmezsen ya da sen.